انا هرج لحمتي وين هي؟ انا حكمتوك نفر اللحمه مندي ونفر برمه، وين فلحت؟ شفتي ربي نصرني من فوق عشانك ظالمه، ظلمتيني في حل... في رزقي انا وامي. وين لحمه انا؟ هد هد هد، ما دقيت عليك عشان اخذ الرقم وما اعطتني اياه. ايوه طيب طيب باجيك، والله باجيك، بس خلينا نغلق الجولتين هذه وباجيك. تكفيز وشير. كيف حالك يا جوهره؟ والله بدو بخير، لك بخير، انت شلونك؟ والله ما علينا خلاف. ماجد يا ماجد، ولد عمي راس الحيه. ايوه تكفيز. ايوه افهموها عاد، الموضوع واضح، ما يبغي له فقيه يقرا. وش سويت؟ سويت هذه وش بالضبط؟ زي ما قالت لولي، زي ما قالت لولي. تعرف تكفيش شهر. ايوه حلو. ايش ينام شقرصتك هنا؟ ايه بعمري قشرة. بعمري قشره قشره يا علي عن قلبك والله. الله يربي مها، لبى ابوك يا العالميه المها. تكبيس تكبيس تكبيس، لبى ابوك والصناديق الله يكثر خيرك. جوليله جولتين يا جوهره، جولتين. انت لا كانت تبغينها 10 جول، تبغين تحكميني من غير جوله عادي. الله يسعدك، ارحب مشاري. حلو، حلاوتين 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 حلاوتين، باقي حلاوة حلاوة تكفون. شكرا، الله يغنيكم. شفيك تويد؟ ها؟ شفيك تويد؟ لا بس تبي؟ لا الله يسعدك، معي قهوة من البارح هنا. زين تربل. تطب في ذا؟ ها؟ تطب. ليش انت عندك مشكلة في الفك ما تقدرين؟ كيف ما اقرا؟ يعني انا لما اني شربت مويه ايه؟ لازم هذا لازم عشان ما تنكب المويه فوقي اكيد. يوه وراه ما وشوره ما وراه شيء. ليه يعني شو له حاطط نص فمي في الغرشه ليه؟ ارحب يا ماجد ارحب ارحب يا عبيدي ارحب. يا ماجد بعمري وش معك تتأوهين؟ وش معك؟ ما شيء بس انها جولتين ترى. ولينا اي والله. ارحب يا اخو الدنيا. ما علي جولتين جولتين. ارحب يا اخو الدنيا. ارحب. شو تتكبس؟ ارحب يا قائد ارحب. ليه؟ يا رب الجولة. تعبت وانا اشرح. يا رب. حبيبي خليها من جولة واحدة يا جوهرة كنا لا جولتين جولتين جولة تنطح جولة. قلت لك جولة تنطح جولة جولتين أنا وأنت. آخر دقيقة وشي. أرحب العراب. أنت 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 مسوية فلتر في البرطم؟ كيف دقيتي إبرة؟ دقيتي إبرة؟ لا كيف مسوية؟ أنت طزيتي إبرة في برطمك؟ نفختي يعني؟ لا وي ورب كعبة قسم بالله عصري كذا إن كان في فلتر بينفقع وينزل القيح. خير ما شفتوا ما تقدر شفتوا ليش؟ لأن البنت اللي دقت إبرة في برطمها وسوت كذا ينفقع ترى يطلع القيح. من اللي لعبون عليك إنه ينفقع؟ هم كذا علموني. من اللي علمك؟
من الغشيب اللي علمك هالمعلومه؟ في واحده لعبت معاها من ايام التوك توك قالت لي كذا والله. قالت لك مسكت ال ايوه لان الابره جوتها في زي المويه. ايه يعني ما ليه وليه وشفتي مشقوقه بيطلع منها ليه؟ لا بس اذا عصرتيه يضطر المويه اللي في الابره تضطر انها تفقع على البرطم وتندر. ايش دخل ليه؟ اي والله منفوخ عند منشري ذا ام دكتور. لبى ابوك يا ماجد اركان. هيا اسمعي الحكم الاول، بعطيك حكم حبابه والله. اقول افتح الجوله الثانيه، ايش فيك؟